ظاهرة أطفال الشوارع ظاهرة متفشية لا فقط في البلدان الفقيرة لكن أيضا في البلدان اللي تسمى غنية. أنا أشكر كثير قناة الشرقية لأنها تعطي لي الفرصة للكلام عن هذه الظاهرة، وأشكر خصوصا مؤسسها ومديرها الأستاذ سعد البزاز، فهي تطرق إلى مواضيع مثل ظاهرة أطفال الشوارع هي شيء ممتاز. أتمنى فعلا أن يصحى ضمير الناس، كل الناس مسؤولين عن هالأبرياء، عن مستقبل هالأطفال اللي يشوفون نفسهم في الشوارع ويصير الشارع هو مكان العيش. ممكن أن نقسم ظاهرة أطفال الشوارع إلى قسمين. القسم الأول هو الأطفال اللي ما عندهم أهل واللي ما عندهم أحد ويشوفون نفسهم من يولدون مذبوبين في الشارع أو هم أيتام أو مطرودين، لكن أكو أيضا أطفال عندهم أهل لكن بسبب ضيق المكان، بسبب قسوة العيش، بسبب الفقر، بسبب اليتم، بسبب الزواج المتعدد أو عدم وجود حنية لهالأطفال، هذول الأطفال اللي يصيرون بالشارع. وغالبا ما نقدر نحدد عمر الأطفال في الشارع من 7 إلى 14 سنة. هالأطفال هم ضحايا المجتمع. وراء ظاهرة أطفال الشوارع يوجد كثير من المشاكل اللي تعاني منها الأسرة، تعاني منها المجتمع. لازم يتجند ناس نفسانيين، موظفين اجتماعيين. يجب الدولة أن تفكر بهذا الموضوع وتخصص ميزانية كبيرة لأنه هذا الشيء مهم. هذه الظاهرة هي وراء كل الجريمة، وراء كل الصعوبات اللي ممكن أن راح يعاني منها المجتمع. ما ممكن أن نفصل المجتمع ومستقبله من دون الاهتمام بهذه الظاهرة. يا ريت كل إنسان يحاول أن يفكر إيش أقدر أعمل. يا ريت تقوم منظمات تدعم هذه الجهود اللي تصير. نتمنى فعلا أنه يصير توعية، وإن شاء الله هذا الفيلم أو هذا البرنامج في قناة الشرقية يكون بادرة أمل. إحنا عندنا أمل، والبرنامج سمي بطريقة صحيحة. هذا هو الأمل اللي عندنا، بأنه مجتمعنا ما راح يهمل أولاده اللي هم الأضعف واللي هم الأفقر واللي هم الأكثر مساكين. يجب أن نساعد العوائل خاصة في المناطق الشعبية، خاصة المنتشر بيناتها الأمية. فعلا خلي ننطي أمل لشعبنا ولمستقبل هؤلاء الأطفال، والله يبارك بكل إنسان ممكن أن يعمل شيء لهؤلاء أطفال الشوارع.